تأكيدا على جهود تنشيط السياحة، حققت مصر الرابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019. وتقدمت مصر 9 مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز 74. كما تقدمت مصر من المركز 60 إلى المركز 5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي وفقا للتقرير. وتصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الاستدامة البيئية والموارد الثقافية وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداء فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة والبنية التحتية والموانئ والموارد الطبيعية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة تضع قطاع السياحة على رأس أولوياتها، والذي يقاس وفقا لزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع، والذي تقدمت فيه مصر من المركز 22 إلى المركز 18، ويقاس أيضا على تطور استراتيجيات التسويق والترويج السياحي وتحسن جودة الهواء والبنية التحتية والموانئ. من جانبها، رحبت وزارة السياحة بتقدم مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا، والذي يأتي تكليلا لجهود تطوير القطاع في ضوء برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة وعكفت على تنفيذ محاوره. ويرتكز البرنامج الإصلاحي على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري. زي طبعا ما شفنا مع حضراتكم التقرير اوفى بكل المعلومات اللي المفروض كنا هنقولها في المقدمه، ولكن خليني نذكر بنقاط سريعه. وفقا طبعا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسيه في السفر والسياحه لهذا العام واللي تم بالفعل في هذا الشهر الجاري، تقدم مصر مراتب كثيره جدا في ترتيبها بالنسبه للسياحه. عندنا مجموعه من النقاط هنناقشها مع ضيفنا الكريم استاذ يسري عبد الوهاب، الخبير السياحي ونائب رئيس اتحاد النقل الجوي المصري. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ حكمة. اهلا بحضرتك. طيب خلينا نتكلم كده عن اهميه هذا التقرير وانعكاسه على السياحه المصريه في البدايه. هو شيء طبيعي جدا الحمد لله رب العالمين ان مصر خطط هذه الخطوات المباركه في السياحه. الفتره اللي فاتت كانت كل الارقام كانت أقل من الأرقام الحقيقية الحالية، لكن الجهود كلها تضافرت، القطاع الخاص مع القطاع الحكومي مع رأس الدولة، وأتت بهذه الثمار السريعة، لأن زي ما احنا عارفين أن السياحة تعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي وأسرع وسائل الدخل القومي للدخول إلى خزينة الدولة المصرية. صحيح، وكانت يعني الاعتماد عليها كليا الحقيقه في الدخل الخارجي قبل 2011 كانت هي الاساس، ولذلك لما وقعت كان عندنا انهيار في حاجات كتير يعني. فعلا كان دخلها قبل قناه السويس، قبل دخل البترول. صحيح. قبل دخل العاملين بالخارج. وان شاء الله الايام ديت هتعود سريعا، يعني احنا بنبشر الساده المشاهدين في كل مكان ان شاء الله رب العالمين ان الثمار بتاعه السياحه هتؤتي الأكل بتاعتها إن شاء الله قريبا وفي القريب العاجل. الأرقام نفسها هي اللي تحدثت، وزي ما حضرتك قلتي ومش هنعيد تاني الأرقام اللي تم ذكرها في التقرير، لكن كلها أرقام مبشرة وأرقام حقيقية، ودي نتيجة تضافر جهود فعلا. دي ما كانتش الأول بتمشي على نفس المستوى، لكن لما تلاقي الجهود الحكومية مع جهود القطاع الخاص النهاردة لازم هتلاقي ثمرة. الثمرة دي كانت عبارة عن إقبال السائحين، إقبال التور أوبريتور لما منظمين الرحلات على مصر وعلى السياحة المصرية. طبعا زي ما حضرتك عارفة ان احنا عندنا الفترة اللي فاتت يمكن من سنة 97 استمرينا في نشاط السياحة الترفيهية اللي هي السياحة الشاطئية، واغفلنا شوية السياحة الثقافية. الحمد لله عدت بقوة من السنة اللي فاتت، يعني البشاير بدأت السنة اللي فاتت، لكن السنة دي عادت بقوة. الأقصر وأسوان
بالفعل فيها سياحة ومع بداية الموسم الشتوي. وعلى ذكر حضرتك يعني في ضمن هذا التقرير هذه النقطة المهمة برضو يعني أنهم بيأكدوا على أهمية السياحة الثقافية المصرية، يعني على الرغم من تداركها أو تنحيها جانبا زي ما حضرتك بتقول، ولكن هي برضو بتمثل نقطة مهمة جدا. يعني احنا ناس من الأشهر في العالم في السياحة الثقافية، وجزرنا اصلا هي السياحه الثقافيه، الاصل في السياحه في مصر هي سياحه ثقافيه. الناس بتيجي تتفرج طبعا على المتاحف وعلى الاثار اللي هي الحقيقيه اللي موجوده في اماكنها الاصليه واماكنها الطبيعيه اللي بينتقل لها السائح وبيقطع الاف الكيلومترات عشان يجي وينزل هو واسرته ويستمتع بشمس ودفء مصر في الشتاء القارس في اوروبا بينما يستمتع في مصر. الفترات ديت بتعود تاني إن شاء الله رب العالمين، بتعود أحسن مما كانت. برضو التصنيفات اللي عملتها غرفة شركات السياحة وزارة السياحة اتفقوا عليها، اللي هي التصنيفات اللي هي خاصة بالفنادق، مراجعة شركات السياحة، الخدمات اللي بتقدمها شركات السياحة، كل ده بيعتبر نوع من أنواع الجذب. أكيد طبعا انك بتراجع المنتج السياحي بتاعك وبتشوفي وبتقيميه، ده دايما كل فتره لازم الانسان يقف وقفه ويقيم نفسه عشان نمشي على المسار السليم. كمان لازم تواكبي العصر من تكنولوجيا. النهارده في التسويق السياحي على سبيل المثال ما عادش الرساله الاعلانيه المباشره اللي هي موجوده في صحيفه قرت ما قرتش لا، ده بقت الصحيفه وبقت التلفزيون وبقى وسائل التواصل الاجتماعي، ده المهم جدا. وده حصل في الفترة اللي فاتت لما مصر خرجت عن المنظومة التقليدية الإعلانية لإعلام وإبلاغ العالم بعودة السياحة بقوة مرة أخرى، كانت النتيجة أن مصر تقدمت مراحل كبيرة ووصلت للمركز الخامس في الاستراتيجيات الخاصة بالتسويق السياحي. التفكير خارج الصندوق مطلوب وخاصة في القطاع السياحي. القطاع السياحي ربنا هبى وأعطى مصر فعلا كنوز العالم، ما كدبش اللي قال ان فعلا كنوز الأرض هنا موجودة في مصر الحمد لله، ولكن علينا لاستغلالها لاستغلال الأمثل. خلينا ناخد النقاط اللي جت في التقرير المنتدى الاقتصاد العالمي. النقطة الأولى بتقول مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة وفقا لهذا التقرير لعام 2019. انعكاس هذا التقدم أيضا على قطاع السياحة في مصر، هو ده بالفعل ده نتيجة الجهود اللي احنا قلنا عليها. انعكاسه ان بتلاقي حضرتك عدد السائحين زاد وزاد بمراحل. ليه؟ في اسباب كتيره قوي. تعطش الاسواق الخارجيه الاجنبيه الى زياره مصر، في بعض الاسواق كانت ممنوعه غصب عنها، وفي اسواق يعني ما كانش فيه خطوط الطيران. فالنهارده لما بدات المنظومه تسير على المسار الصحيح الطيران والسياحه، طيران النهارده شركات الطيران المصريه اصبحت تنقل وتقل السائحين من معظم دول العالم اللي هي في محيط 6 ساعات إلى مصر، إلى المنتجعات نفسها، إلى الأقصر، إلى أسوان مباشرة، إلى القاهرة. يمكن القاهرة اللي لسه شوية يمكن إحنا حابينها أن هي تفتح المجال بتاعها أكتر. هنتكلم عليها بقى في استفاضة في نقطة لوحدها، القاهرة. ده صحيح. فعملية أن الترويج للسياحة في خارج مصر، وقلت الطيران مع السياحة اللي هم وجهان لا ينفصلان عن عملة واحدة، ديت أتت الثمار سريعا. معظم الدول الأوروبية حابة تيجي مصر. كان في عندنا بعض العقبات اللي هم حاولوا يضعوها البعض، لكن دي سرعان ما تغلب عليها المصريين. هو اللي بيغلب عليه هو يعني مثلا الحاجات اللي هي كانت خاصه بالمطارات على سبيل المثال، لكن النهارده اتفرجي حضرتك عندك المطارات النهارده من افضل مطارات العالم تامينا. دي المطارات المصريه. يعني انا كنت مع في زياره للسيد رئيس المطارات المصريه، فعلا لما بنشوف وبنعرف وبنتابع على ارض الواقع فعلا جهد غير مسبوق. جهد مصر كانت يعني احنا تأخرنا فيه فترة طويلة قوي، لكن الحمد لله رب العالمين بقى موجود دلوقتي. النهاردة ما فيش اي شركات
أجنبية بتيجي بيكون لها تعليق أمني واحد. فمثلا يعني كان حتى الحجة اللي هم بيستندوا ليها خلاص مش لا موجودة. مش موجودة دي حاجة كلها عفوا يعني فارغة، لكن هي سياسيا أقرب ما تكون واقعية. لا الحمد لله احنا بنطمن مصر وبنطمن المصريين ان الاجراءات الامنيه اللي موجوده في المطارات المصريه على اعلى مستوى في العالم، بل تضاهي وتفوق كثيرا من مثيلتها حول العالم وخاصه في الدول السياحيه. مصر بقى لها فتره التزمت اجتهدت اشتغلت، النتيجه كانت الاعداد والارقام اللي حضرتك بتتكلمي عنها النهارده ان هي سنه ورا سنه ان شاء الله بتزيد. الاستثمار في القطاع السياحي كذلك نفس الموضوع هيزيد اكتر. ليه؟ كل ما الغرف تملى عندك يبقى انت حضرتك عندك طاقه عاوزاها لسه. طب تمام، هنيجي بقى للنقطه اللي احنا اتكلمنا فيها وعايزين نتكلم فيها في استفاضه دايما. القاهره يمكن كنا بندردش قبل الهواء، قلت لما كنا بنمشي في شوارع القاهره تحديدا الاماكن الاثريه زي الحسين، القاهره القديمه، شوارع وسط البلد، صحيح انا شخصيا كنت بشم ريحه السياح، صحيح ريحه السياحه، صحيح فكنت بتبقى مبسوط طبعا ان لان في الاول وفي الاخر دي بلدك، وتبقى مبسوط ان الناس دي بتبقى موجوده في بلدك عشان تتفرج على جمالها. يعني الريحه دي اختفت لا انا والصوره دي اختفت. حضرتك قلنا في تقدم وفي فعلا سياحه، ولكن السياحه معظمها بتوجه للاقصر واسوان وايضا السياحه الشاطئيه في الغردقه وشرم الشيخ وكل الحاجات دي، ولكن القاهره اين نصيب القاهره من 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 هذا الجمال ومن هذه الترتيبات المتقدمه في السياحه؟ انا هضم صوتي لصوت حضرتك بالفعل، وده سؤال اكثر من رائع لان بيعني في طياته الكثير والكثير والكثير. اول حاجه كان هناك عقبه يمكن انتبه لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفتره المنصرمه، ووجه بتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة. كان هناك تخاذل من بعض المسؤولين تم استبعادهم، لكن الوتيرة مش ماشية بالجدية اللي هو وجه بيها السيد الرئيس. السيد الرئيس قال الملف ينتهي يدرس، وعلى فكرة جابوا بيوت خبرة عالمية وقامت بالدراسات وعملت المؤتمرات وسمعت لآراء المتخصصين سواء في قطاع السياحة ولا قطاع الطيران. الكلام كله كان من طرف واحد، لابد من فتح الأجواء في مطار القاهرة. بقى عندنا بديلين، مطار العاصمة وعندنا مطار سفنكس. النهاردة المطارات دي شرايين حياة جديدة يتم ضخها في الحياة المصرية اليومية. هي ديت اللي بتجيب سياحة. هو السائح بيجي ازاي؟ ببساطة نتكلم، السائح بيجي اكتر من 95% من حركة السياحة العالمية اللي بتأتي الى مصر بتأتي عن طريق الطيران. يبقى اول هام لابد ان انا اهتم بمنظومة الطيران في مصر، اساند شركات الطيران الخاص الموجودة في مصر، الشركات الحكومية العاملة بمصر. ده هو اللي بالضرورة هيستدعي بإحضار وجلب السائحين دائما إلى القاهرة. القاهرة ابتدت بالفعل على استحياء يجيها سياح. يعني حضرتك لو تلاحظي في مطار القاهرة، بني مكتبي في مطار القاهرة، فبشوف الأعداد دي بشبه يوميا الحمد لله، لأن مصر ضخمة ما بيبانش فيها عدد السياح اللي بيجوا. حضرتك لو برضو معلش أنا جالي برضو فترة كده بتمشى في شوارع وسط البلد، ابتديت ألاحظ بعض السياح، طبعا مش بالكم اللي هو احنا كنا متعودين عليه، بلاحظ يعني احنا كنا بنمشي نتخبط طبعا، صحيح بيكونوا يعني مبسوطين ومستمتعين والشعب المصري مستمتع. الحمد لله جدا طبعا، احنا دلوقتي احسن بكتير. يعني احنا كنا فين؟ الحمد لله. احنا كنا فين وبقينا فين؟ الحمد طبعا لله. يعني الحمد لله. لا فعلا زي ما حضرتك قلتي احنا النهارده بقينا مصنفين سياحيا، المراجعات السياحيه الداخليه بتجري على قدم وساق، الدعاية بتاعتنا، اشتياق السائح إلى زيارة مصر، كل هذه عوامل تؤدي إلى زيادة النتائج السياحية إن شاء الله المتوقعة سواء هذا العام أو العام القادم بإذن الله. احنا كل الأمر بتاعنا إن احنا بنحافظ وبنجتهد وبنسعى. السعي دوت اللي هو عبارة عن تسويق، تسويق بروح آخر الدنيا، كل الأسواق اللي هي يعني هقول لحضرتك كل أسواق العالم مستهدفة بالنسبة لي كمصري. يعني أمريكا الجنوبية،
لابد من استخدام خطوط طويلة المدى لكي يتم إحضار السائحين من هناك. بس للأسف مصر بتفتقد لهذه النقطة. احنا كنا بنتمنى ان الشركة الحكومية الوطنية ان هي تقوم بهذا الدور، لان امكانيات القطاع الخاص مهما كانت كبيرة مش بالضخامة اللي بتكون موجودة عند الشركة الحكومية. طب حضرتك احنا دايما بنشوف مختلف المجالات، يعني بعيدا عن الطيران بيتم مثلا التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، ده بنشوفه في قطاعات كتيرة، يعني هل ممكن يتم التعاون ما بين ده وما بين يعني القطاع الوطني؟ بالفعل تم توقيع بروتوكولات تعاون ما بين الطيران الوطني الخاص والطيران الوطني الحكومي. بس للأسف الطيران الوطني الحكومي يعني عند التنفيذ ما بينفذ، واحنا بنقول الكلام ده بمنتهى الصراحة والشفافية. ليه؟ لأن ده من دوره يخدم الشركة الوطنية الحكومية، عندها طيران أكبر، فاحنا ممكن نجمع من المحافظات الموجودة في دول الخليج ونأتي بها إلى القاهرة كسياحة ترانزيت، ثم تقوم الشركة الوطنية الحكومية بنقلها إلى أمريكا إلى أوروبا إلى أفريقيا. هذا السوق لابد أن نقوم بغزو، يعني في بعض دول أوروبية لها محطات في أفريقيا أكتر من الشركة الوطنية الحكومية، ده بيأذينا احنا. فاحنا طبعا خاصة احنا مركزين في الفترة الأخيرة على يعني فتح باب التعاون في كل المجالات في أفريقيا تحديدا، يعني صحيح والاهتمام بها سوق جيد وقوي جدا بالنسبة لنا. فاحنا كشركات متوسطة وخاصة بنجمع السايح، وعندنا استعداد على طبق من ذهب إلى الشركة الوطنية الحكومية. ده حيؤتي بثماره. ليه؟ لما أنا أجيب من محافظات المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية الشقيقة هسهل طبعا، هبقى مسهل على السائح ويجلس في مصر ترانزيت، هيقول طيب ما نقعد ليلة أو ليلتين طالما أنا جاي ترانزيت، يبقى إذن دي هتزود عندي سياحة الترانزيت. ممكن تعمل مصر عبارة عن هب، يعني مكان تجميع للراغبين في السفر إلى كل مكان في العالم، إلى أوروبا. أنت عارفة الموقع اللي احنا درسناه. طب احنا قاعدين دلوقتي وفي الحلقة يمكن اللي هو يعني ما تكملش نص ساعة أو تلت ساعة قلنا أفكار كتير جدا، هل الأفكار دي ما بيتمش طرحها مثلا وبيتم العمل على دراستها؟ أنا في رأيي الشخصي أنا حضرت الأمور دي، القيادة السياسية وجهت بالفعل، لكن عند التنفيذ احنا مشكلتنا عند التنفيذ. هناك بعض الموائمات، هناك بعض لكن لابد التنفيذ. إذا كنا نريد أن نرتقي ونتقدم سياحيا ونحتل المرتبة التي ينبغي لمصر أن تكون فيها، لابد من تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية في ملف الطيران على وجه الخصوص. طب نيجي بقى للغرب والعرب، يعني بمعنى أدق الزائر أو المستهدف من هذا كله، يعني كيف يستقبل هؤلاء السائحين سواء كانوا عرب أو أجانب هذه التقارير، أو بمعنى أصح هي بتوصل لهم أو توصل لهم إزاي؟ التقارير طبعا هي بتكون ليست مخفية وإنما منشورة في جميع أنحاء العالم. التقارير دي بتعني بالنسبة للسائح زيادة في الإطمئنان، لشركات السياحة زيادة في التنافس على الفوز بغرفة فندقية في داخل مصر على مقعد في طائرة، يبقى ده بيؤدي إلى التنافسية ما بين جميع دول العالم في استهداف مصر سياحيا. تمام. هذه التقارير أيضا تؤتي ثمارها عندما يتلقاها المستثمر. المستثمر الذكي الجالس في الدول العربية وفي الدول الأوروبية وفي أمريكا وفي أفريقيا بيبحث وراء أماكن الديماند السياحي، يعني اللي هنقول الأماكن اللي فيها سياحة قادمة. هذا المستثمر لابد أنه سيأتي إلى مصر ويريد الاستثمار في المجال السياحي، سواء كان في مجال الفندقة، الليموزين، تأجير السيارات وهكذا، في الطيران كمان. ليه؟ لأن كل ما في سياحة كل ما في دخل، كل ما في استثمار. شوف الربط حضرتك. طبعا. يعني المستثمر بيبحث عن الربح، هو مش فاتح جمعيات، بيفتح جمعيات خيرية لوحده، لكن جاي هنا بيستهدف الربح. فطالما موجود السايح يبقى هيبقى موجود المستثمر، وديت يمكن
الاستقبالات اللي هو بيتم استقبالها من الآخرين. طبعا الشركات العملاقة في السياحة بتستهدف أيضا السوق المصري، لأن محدش بيزهق من السوق المصري. الطليان بتلاقيهم موجودين، الفرنسيين، الانجليز، الروس، الالمان، كله يعني الحمد لله. احنا على فكره يا جماعه احنا لما بنقول مصر حلوه سياحية ومصر جميله، هي فعلا احنا مش بنقول كده كتحيز اللي احنا مثلا مصريين او عايشين في مصر او كده. انا عايزه اقول لكم فعلا مصر حلوه ومصر جميله ومصر تتحب، وللاسف الشديد يمكن السياحه من الترمومترات الحساسه جدا، اللي هي اي حدث بسيط جدا او اي هفوه ممكن تحصل في الشارع بتاثر على قطاع كبير جدا. القطاع ده مش بس ناس كبيره بتشتغل فيه او مستثمرين او كده، لا ده ناس بسيطه جدا بيلاقوا اكل عيشهم وبيلاقوا شغلهم فيه. يعني قطاع كبير جدا يمكن اتاثر بعد 2011، ومش عايزين ده يتكرر ان شاء الله. ربنا يحفظ مصر دايما. بشكر حضرتك استاذ يسري عبد الوهاب الخبير السياحي ونائب رئيس اتحاد النقل الجوي المصري، شكرا جزيلا لحضرتك. اشكر حضرتك. يا رب دايما يحفظ مصر ويحفظ اماكننا الجميله اللي دايما ان شاء الله بنتمنى ان هي تشتغل الاستغلال الامثل. نروح لوقفه اقتصاديه ونشوف اخبارنا الاقتصاديه مع نرمين ومكملين في هذا الصباح.